قال مدير عام شركة تالس الفرنسية المصنعة للقمر شريف بركات إن القمر الصناعي المصري 301 يعد أحدث جيل في عالم الأقمار الصناعية. وأكد بركات أن القمر الصناعي المصري يتميز بسرعة نقل البيانات بشكل آمن. 301 هو أحدث جيل في عالم الأقمار الصناعية، بيتميز بميزات كبيرة جدا. أولها سرعة نقل البيانات، هو يعتبر من أسرع الأقمار الصناعية في العالم نقل البيانات، وكمان إن بيانات مؤمنة، يعني ما يقدرش يحصل عليه أي نوع من أنواع التشويش أو أي نوع من أنواع الإعاقة، فيعتبر جيل المصنع أو جيل اللي طالع منه النايل سات 301 هو أحدث جيل في عالم الفضاء.